معاكم، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. انا بعتذر جدا عن تأخير الفترة اللي فاتت دي كلها، بس زي ما قلت لكم كده ونزلت على صفحة الفيس ان انا كنت بغير الجهاز بتاعي، والحمد لله غيرناه وهنبتدي نستكمل بقى اللي احنا بنعمله. هنشتغل النهاردة ان شاء الله إعادة الغرزة الكلية اللي هي دي، نتذكر مع بعض. تمام، ودي كانت على الغامق شوية. اللون ده انا اشتغلته بالإبرة دي اللي هي جماعة رقم 3 ستانلس القديمة خالص، طبعا عشان زي ما انتم شايفين الخيط رفيع قوي فانا اشتغلته بيها. واشتغلت دي طبعا مش متذكرة بالظبط، بس تقريبا كان برقم 4. النهاردة ان شاء الله هنشتغل بلون افتح شوية، لان طبعا البعض منكم زعل ان اللون غامق. هنعمل اي عدد من السلاسل، بعد كده هناخد كل حاجة على الإبرة. تمام، نرتفع سلسلة، نسحب كل اتنين مع بعض. ده عامة صف البداية. متعودين ان احنا بنشتغل في العواميد دي، طبعا المره دي مش هنشتغل في العواميد، هنشتغل في الفراغات اللي ما بين العواميد دي اللي هي اهي شايفينها، هي دي اللي احنا هنشتغل فيها. وعايزه اقول لكم حاجه دلوقتي، انا لو دخلت هنا في اول فتحه اللي هي على طول بعد السلسله اللي انا ماسكاها دي، يبقى اخر فتحه هنا مش هدخل فيها، والعكس طبعا المرة دي انا هدخل في تاني فتحة، يعني هسيب اول فتحة اللي هي طالع منها السلسلة، هدخل في الفتحة التانية. طبعا انا بدخل في الفراغات يا جماعة، ما بدخلش خالص، ماليش دعوة خالص بالسلاسل دي، لا من ورا ولا من قدام، بدخل بس في النص وبسحب اهو شايفين. طبعا انا هدخل كده في اخر واحده لان الاولانيه ما دخلتش فيها، اخر سلسله. طبعا عايزه اقول لكم حاجه، لو انا خدت كده طرف السلسله وسحبت يبقى افضل كده لحد ما اخلص اللي انا الشيء اللي انا بعمله. لو خدت السلسله كامله كده برضو اخدها كلها لحد ما اخلص، وده لي عشان اقدر اوازي المنظر بتاعي، ما يبقاش فيه مرة اتنين ومرة واحدة وكده. هسحب الصف بتاعي، هقفل الصف بتاعي كل اتنين مع بعض. تمام، المرة دي بقى هدخل في الفتحة اللي هي جنب السلسلة على طول اهي، حتى بصوا بتحسوا انه في فراغ ضخم كده، لو هي مش محتاجة هتلاقوها من هنا مليانة. تمام بالشكل ده. طبعا انا هنا دخلت في الفراغ الاخير من هنا، فطبعا هنا الفراغ زي ما انتم شايفين عندي هنا مليان، هاخد اخر سلسلة ارتفع سلسلة اسحب كل اتنين مع بعض. هي دي الفكرة يا جماعة من الفول ستيتش او الغرزة الكلية، سهلة جدا وبسيطة، وزي ما قلت لكم في الفيديو من قبل اسهل غرزة ممكن تشتغلوها في التونسي. شايفين دي هنا مثلا اهي مليانة، هدخل على طول في اللي جنبها. هي عامة ماشية بالتوالي، يعني مرة بدخل في السلسلة والصف اللي بعديه بسيبها، مرة الصف اللي بعده باخدها والصف اللي بعديه بسيبها، وهكذا ماشية على التوالي كلها. بصوا في الفراغات
اللي ما بين كل سلسلة والتانية أو كل عمود والتاني. آخر سلسلة بصوا، يعني انتوا أصلا هتعرفوا ان هي محتاجة تتملي بسبب ان هي بتبقى المربع فاضي كده وضخم. هدخل فيها آخر سلسلة، ارتفع سلسلة كمان، اسحب كل اتنين مع بعض، زي ما انتوا شايفين. المرة دي طبعا هدخل في السلسلة اللي هي التانية. بصوا ادي هنا الفرق قليل اهو، هدخل بقى في اللي جنبه. طبعا الغرزة دي بتنفع في حاجات كتير قوي بشكل يعني لا يصدق. لو عايزين منها حاجة ضخمة اكتبولي في صندوق التعليقات. شايفين هنا، هدخل بقى على طول في آخر واحدة لأن جنبها مليانة. ارتفع سلسلة واسحب كل اتنين مع بعض، هدخل على طول في السلسلة الأولانية. دي الفراغ كبير اهو، يبقى معناه ان محتاج يتملي. لو مفيش فراغ يعني زي كده يبقى مش محتاج يتملي. ودي طبعا تقدروا تعلموها بدل ما تقعدوا مثلا، انا اشتغلت في دي مثلا، دخلت فيها المرة الجاية مش هدخل. فيعني حتى بالنظر تقدروا ان انتوا تحددوها، وده اسهل طبعا من ان انتوا تقعدوا تعلموا الاصفاف. طب لو انا مش عايزة ان انا اقعد كل شوية ابص وكده، بسيطة جدا. كل هتعمليه ان انت مثلا المرة دي مليتي الصف، فانت هتحطي دبوس علامات. الصف اللي بعده طبعا انت كده مش هتمليه، الصف اللي بعده طبعا مش هتملي الصف، فانت هتحطي برضو دبوس علامات وهكذا. تمام، بصوا ادي هنا اهي، طبعا كده فراغ فمحتاجة تتملي. السلسلة الأخيرة، ارتفع كمان سلسلة واسحب كل اتنين مع بعض. طبعا دي برضو من الغرز اللي بترول والغرز السميكة، ف يعني لو اشتغلناها برضو هنحتاج، يعني برضو لو اشتغلناها نحتاج نثبتها ببليسي او منزلقة او ايا يكن. الصف اللي بعده اهو، شايفين اكيد كده طبعا مش محتاج يتملي. هدخل على طول في اللي جنبه. طبعا انا بدخل يا جماعة في الفراغات مش في العواميد او في السلاسل الموجودة، بدخل في الفراغ المربع الفاضي ده اللي في كل مكان. وزي ما قلت لكم من قبل ان التركية بتاع الغرزة دي هي بس في البداية وفي النهاية بتاعتها، طريقة التقفيل واحدة، كل حاجة فيها واحدة. ويمكن هي من أسهل الغرز في الكورش التنسي، تقدروا تستخدموها في حاجات كتيرة يعني. تمام، هشتغل بقى شوية كده لحد ما أكبرها وكده. احنا يعني خلصنا من بدري جدا. آخر صف معانا، المرة الجاية ان شاء الله هنشتغل بيها حاجة سيمبل كده برضو، عشان يعني تبقوا عرفتوا شوية شكل الغرزة. وادي غرزتنا الكلية او الفول ستيتش، وبكده نكون خلصنا النهاردة. العصافير هنا مزعجة أوي يا جماعة. وبكده نكون خلصنا النهاردة. إن شاء الله أشوفكوا في فيديو جديد. بكده نكون خلصنا النهاردة إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد نعمل فيه إن شاء الله برضو حاجة بالغرزة الكلية كده. أشوفكم إن شاء الله المرة الجاية. مع السلامة.